أنا معايا دلوقتي الأستاذ حسن عصفور. أستاذ حسن، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيك. أهلا وسهلا. فضيحة محور الشر السياسي، من المقصود بمحور الشر السياسي يا أستاذ حسن؟ والله حسب ما جاء في المقال أنه هناك أربع أطراف عمليا هي مصابة بهذا الموضوع. تركيا طبعا، أردوغان ومجموعته، قطر وإعلامها ومكوناته المختلفة بكل مسمياته، والجماعة الإرهابية بين قوسين الإخوان سابقا، وتيار نتنياهو في إسرائيل أو الإعلام العبري التابع لنتنياهو وجزء من الإعلام الأمريكي، اللي عمليا يكون هو المحور الشر في أمريكا إسرائيل. معني بشكل أو بآخر أن يظهر دائما أن هناك انهيار سياسي شامل في المنطقة العربية، ولم يعد أمام الفلسطينيين إلا الانتحار السياسي وليس الانهيار السياسي حتى. يعني مش مطلوب انهيارنا، مطلوب انتحارنا السياسي. وهو طبعا الهدف كان هذا الموضوع. الحقيقة يعني الوثيقة مفاجأة، يعني أنا شخصيا مثلا تفاجأت، أنا شخصيا أنا متابع بالتفصيل للمواضيع، ولكن تفاجأت بوجود مثل هذه الورقة في إسرائيل وضمن وزارة الخارجية التي يشرف عليها نتنياهو. صحيح، لأنه ما فيش وزير خارجية. صحيح، هو وزير خارجية، وزير الجيش، ووزير أي حاجة. طب هل ظهور هذه الوثيقة أستاذ حسن يعني علاقة بالانتخابات القادمة في إسرائيل؟ هي أعتقد جزء مهم منها، جزء مهم من المعركة السياسية في داخل إسرائيل. أيضا إسرائيل مش معنية أن تبقى في وضع كلي يعني يتعامل مع العرب وكأنهم يعني شغلة تحت الإيد مطوعين. بشكل عام في استعداد للتطبيع مع إسرائيل، أنا لا أنكر ذلك. يعني العداء لإسرائيل لم يعد عداء كما كان بالمعنى الحقيقي العروبي، خلينا أقول، ولكن ليس هناك توافق مع إسرائيل بالمقابل. خف العداء ولم ينتهي. أيضا بنفس الوقت يعني لا يوجد دفاع عن القضية الفلسطينية بالشكل الحميمي، بحيث أنه تقريبا احنا تفاجأنا أنه العرب يعني السعودية بالذات تقول لا مش هطبع إلا إذا بصير علاقة، رغم أنها صاحبة المبادرة. يعني هي المفروض هي أكثر دولة عربية تدافع عن مبادرتها اللي اسمها مبادرة عربية للسلام، اللي قمة بيروت، مارس بيروت 2002، واللي قدمها الأمير عبد الله لحسن الملك الله يرحمه. يعني بالتالي لا، الجو العام حقيقة يعني خلق جو هيك انكساري خلينا أسميه، وشجع أنه لا عن جد يعني زيارة عمان تطبيع، البحرين الحمد لله يعني فاتح خط أوتوستراد، أجوا وفود سعودية على إسرائيل بمناسبة كل التطبيع اللي صار في المنطقة السلطة شريكة فيه، يعني محمود عباس وجماعته شركاء فيه رسميا يعني مش سرا، وهذا الحكي صار معروف تماما الآن. يعني اللي جاب عشقي جنرال عشقي جبرين رجوب، اللي جاب مدير المخابرات السعودية ماجد فرج، اللي ترتب سفر عمان سلطة عمان، البحرين نفس الشيء. يعني في مقولة أن زوروا السجين ولا زيارة السجين ولا السجان، مقولة محمود عباس هي تطبيع. طيب. ولا التطبيع بشكل أو بآخر يعني. طيب.